مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في هذا البث مباشر، وعيد سعيد لكل الازواج اللي كيحتفلوا بهذه المناسبه. وكيف كنقولوا حنا دائما، مزيان ان الانسان يغتنم الفرص واي مناسبه يعبر فيها على الحب ديالو، يعبر فيها على سواء كان زواج جديد او لا زواج شحال من سنه، وهو كاين. المهم هو تجديد الحب والتعبير على الحب، هو هادو هما الحويجات الزوينين. واليوم حنا كنتواجدوا بمنزل اليوتيوبر أمنية، صاحبة قناة سيهان فلوغ، اللي كدير مقالب دائما في ماماها والزوج ديال الأم ديالها. هي تزوجات في عيد الحب، دارت الحنة ديالها. تبارك الله تبارك الله، الله يكمل عليك. حنينة زوينة ان شاء الله، زواج مبروك أمنية. عرفنا يلاه دابا هادي درتي الحنة وتكاتبتي، وهذا قلت لي اول مره في حياتي غنحتفل بعيد الحب، والحمد لله كتحتفلي بيه كيف كنقولوا مع الحلال ديالك مع راجلك. تفضلي اول مره. السلام عليكم، كديرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى لكم هذا النهار يدخل عليكم بصحه وسلامه يا ربي، والناس اللي مزوجين اللي مزوجين ان شاء الله يسهل عليهم. معكم اليوتيوبر امنيه سيهان فلوغ، القناه ديالي. لاباس عليكم؟ غفرت عليكم بزاف الظروف. كنت مازال غنسولك على لانك غبرتي، ولكن اليوم المشاهدين غيعرفوا علاش غبرات امنيه. غبرت على المشاهدين ديالي الظروف، بالحق انني تزوجت، وهذا كنت كتوجدونا شويه وكنت كنوجد، مي هاد الخطره ما نغيبش عليكم ان شاء الله. غادي نستقر ان شاء الله في داري، وغادي نبقى نصور لكم دائما ونشارك معكم اي حاجه. ولكن خليتي شي فيديوهات ديال الحنه وهكا اللي من بعد مازال غتشاركهم. ضروري خديت لقطات باش نبارطاجي معاهم واحد الفيديو اللي ان شاء الله نشارك معاهم كل شيء، واشنو درت وفين مشيت واشنو درت في الحنه وكل شيء. تبارك الله عليك، يعني درتي الحنه هاد اليوم يعني؟ اييه يلا درت الحنه هاد اليومين وخمشات ليا شويه ودرتها، احتفلت بالصداقه ديالي، بلاكت ديالي، درت لاكت واحتفلت غير مع العائله في الدار. لحقاش كنت غادي ندير شي حاجه كبيره، مي ما كتبش الله، راكم عارفين مع هاد الوباء اللي رفع لنا يا ربي، وان شاء الله غادي ندير شي حاجه كبيره وغنشاركها معكم. واخا حنا كنعرفوا هذا الاسبوع ديال الحب، امنيه واش اختارت الحنه والصداق ديالها في هذا الاسبوع؟ يعني بما انه اسبوع الحب، ولا جا صدفه؟ انت ما عارفاش كاع واش صدفه؟ ماشي ما عارفاش، مي جا صدفه. كنت ديجا انا قررت غندير هذاك النهار الحنه وهذا، وجا صدفه مع العيد الحب، وجا مع مناسبه زوينه. الحمد لله ان شاء الله تكون حياتنا ان شاء الله ديما الافراح وحب وسعاده. غير هو ما بانوش لي جوج كيسان، بان لي اربعه ديال الكيسان. اللي شرع انا يلا اتصلت بامنيه، يلا قلت لها بغيت نجي عندك، عرفتها عروسه، عرفتها غتكون موجده شي حاجه، ولكن جيت لقيت اربعه ديال الكيسان. اربعه الكيسان لحقاش اعز صديقه عندي، صديقه الطفوله اللي انا كبرت معاها وكل شيء، حتى هي مع الزوج ديالها يلا تزوجت وهذا. اتصلت عليها وقلت لها جي احتفلي معايا، هي اعز صديقه عندي، كنوجه لها التحيه. هي باكا هي وراجلها في الصالون، ميمكنش ليها تبان. عيطت لها هي وراجلها وقلت لهم جيو احتفلوا معايا، هما لحقاش عزاز عليا بزاف، الله يكمل عليهم تما ويكمل على جميع المسلمين اجمعين، وبغي يحتفلوا معايا. وحتى الزوج ديالك ما بانش؟ الزوج ديالي ما غاديش يبان، وعمره غيبان في الشاشه لحقاش الخدمه ديالو ما تسمحش لي انه يبان، ومن الاحسن غادي نخليه بعيد على السوشيال ميديا ما نخليهش يبان. ياك كيفاه هي الخدمه ديالو دابا؟ هي الغيره كاينه، ولكن الخدمه ديالو جات السبه ما خصوش يبان. كنعرف الخدمه ديال راجلك اكيد ما يمكنش ليه انه يبان. الله يوفقكم، وكنشوفكم ديما تبارك الله، راه كنتلاقى مع راجلك الله يعمر هذا، الله يكمل عليكم بخير. واخا امنيه باقا صغيره، اختاريتي الزواج انك مازالي صغيره، يعني 21 سنه. 21 سنه، و انا ما كنتش يعني واش شفتي هذا هو السن ديال الزواج؟ ماشي شفت السن ديال الزواج، لقيت شريك الحياه اللي لقيته الله يعمر ليه الدار، ولد الناس طيب، لقيت فيه كاع داكشي اللي كنت كنقلب عليه الحمد لله لقيته فيه. وربي ملي كتكتب داكشي حاجه راه ما كتبقايش تفكري فيها، اولا تقولي هذه ولا هذه، واخا تكون السن عندك 19 18 راه كيكتب لك ربي شي حاجه كديريها. لحقاش قبل يلاه تعرفتو؟ يلاه تعرفت انا دابا راه عارفه، انا كنبغي المشاهدين عرفتو. عرفتو من بدا شهر جا للدار، والحمد لله ما خيبش الظن ديالو فيا، ما خيبش الظن، والحمد لله لقيت ولد الناس ولد العائله، و
الله يكمل عليك. واخا ندوزو المسائل، حنا كنعرفو عندنا واحد الدين ديالنا ما كيكون صداق. امنية واش في الصداق ديالها تشرطات؟ في الصداق صراحة ما تشرطش، ولكن حتى هو يعني عطاني القيمة ديالي اللي نستحقها والحمد لله. انا ما كيهمنيش الصداق، كيهمني من بعد الصداق الحياة، لانه الصداق شحال ما عطاني الفلوس كيمشي وحنا اللي كنديروهم. انا اهم حاجة عندي هو يهتم بيا ويكون صادق معايا، ما كتهمنيش الفلوس نهائيا. واخا داكشي كيبقى ضروري في العائلات وهذا، ما كيهمني هو شخصيا. الفلوس كيتعطى وكيمشي وكيجي ما كيهمنيش، ولكن يعني عطاني داكشي اللي رضيت به انا ورضات به العائله ديالي. يعني تهلا فيك الحمد لله. ايوا تبارك الله. لا 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 عمر هذا غادي تهلا فيك سنتي، يلا يعمر هذا الله يكمل عليكم بالخير. واخا ندوزو للحب، يعني واش ضروري خص يكون الحب بعد الزواج؟ ماشي ضروري تزوجي عن حب، مي الحب كيجي من بعد الزواج كما كنقولوا. كل ما كتعيشي مع راجلك نهار بنهارو كيكون حياه زوينه وكيعيشك في سعاده وفي اطمئنان، كتحبيه نهار على نهار، كتحبي الزوج ديالك. الوغ انا ما كنتش معاه عن حب، ولكن هاد البيريود اللي انا معاه فيها حبيته وغنزيد نحبو ان شاء الله. يعني من دخلت منيت كتبتو هكا هاد الايام وغنزيد، انا عندي احساس انه غادي نزيد نحبو اكثر واكثر واكثر ان شاء الله. الله يجعل من خلال المعامله ديالو. المعامله ديالو زوينه بزاف والله يخليه ديما هكا. تبارك الله عليك امنيه. وحنا بهاد مناسبه عيد الحب الا بغينا نقول لك شي كلمه اللي تقوليها للزوج ديالك، دابا هو راه في الصالون، انا كيف قلنا الوظيفه ديالو ما كتسمحش له ان هكا، هو راه في الصالون كيسمعنا ولكن بغينا حنا هاد الكلمه يسمعها راجلك ويسمعها المشاهدين. شنو بغيتي تقولي ليه في هاد المناسبه؟ بغيت نقول ليه انا لقيت السند ديالي، انا ممكن اعتبره الاب ديالي والاخ الكبير ديالي. الله يخلي ليا والله يطول في عمره يا ربي، ويعطيه صحيحته ويسهل عليه ويخليه ديما ان شاء الله بالصحيحه ديالو، ويخليه مجموع معنا يا ربي، ومعممته يخليها ليا يا ربي، ويخلي لي الوالدين ديالو. تبارك الله عليك. وكتفشي عليه شويه ولا ضروري؟ كاين شويه الفشوش ضروري، شويه 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 هكا شويه هكا ياك ضروري. شكون كيحز الاخر؟ شوفي انا على حسب غلطي، الا كنت انا غلطه راه غنحزو، كنت ما غلطاش راه جامي نحزو، خصو يحزو. انا اللي كنت غلطه كنحذر ندير فوق المجهود ديالي. دازو شي مواقف غضبتي؟ كان شي موقف اللي كانت انا اللي غلطه فيه، وبيان سور غادي نحذر وغادي نطلب منه السماحه. انا غلطه ما غاديش نخليه هو يحذرني، ضروري انا خصني نحذر. واخا واكيد من خلال التربيه بغات تكون تماماك رباتك على هذا الشيء، واخا انت مازال صغيره كتقول لك ديما راه الصبر على المراه، المراه خصها تصبر، المراه ما خصهاش ترفع، ماشي ما نقولوش ما ترفع صوتها، ولكن دائما كتكون الا طلع الراجل هي كتهبط. لا ضروري الاحترام ديال الراجل. واش هذا الشيء حنا باقي ما دخلتوش في الحياه الزوجيه تبارك الله، يعني كتقول امنيه انك غتطبقيه في حياتك؟ ضروري ان شاء الله. انا عندي هذه الفكره في راسي اصلا قبل ما نفكر في الزواج، عندي احترام للراجل ديما. المراه خصها تكون كتحترم الزوج ديالها كيف ما كتحترم الاب والاخ والخال والعم ديالها، ضروري خصها تحترم الزوج ديالها، حيت ديما خاص الاحترام يكون في العلاقه الزوجيه، حيت الا ما كانش الاحترام ما كاين والو. الوغ ديما خاص المراه تحترم راجلها وتقدره، والكلمه كلمه راجل، وخا يكون هو غلط تحس ماشي غلط شي غلطه اللي تكون كبيره، مي تحسوا انه راه هو غلط ولكن ماشي بواحد المفهوم اللي خايب، وتوصل لي الفكره انك انت غلط ولكن بهدوء. وديما المراه هي اللي خاصها، هي اللي كتجمع، كيقول لك ديما المراه هي اللي كتجمع، كتكون كتجمع الدار وهذا هي ربه الاسره. نعم يعني المراه هي اللي كتكون صبر عليها بزاف. انا ملي يكون واحد طالع الواحد يكون نازل، وان شاء الله كنتمنى ديما ما يكون لا مشاكل لا شي حاجه، ان شاء الله ما يكونوش مشاكل. ديما مهتنين بجوج. ولا دويت على الغيره؟ الغيره الا دويتي على انا هي اللي مخسر غيره. انا كنغير بزاف، ضروري الحاجه اللي كتكون عزيزه عليك كتغيري عليها، وضروري الا ما كانتش الغيره راه المراه اللي ما كتغيرش راه ماشي مراه. هي فواحد الحدود، باش ربما هاد الغيره ما فواحد الحدود بيان سور، فواحد الحدود، ولكن الغيره راه شي حاجه زوينه في الحياه. كتغيري بزاف ضروري شي حاجه اللي ديالك بيان سور غادي تغيري عليها، ما تبغيش تشاركك فيها شي حاجه اخرى، وبالخصوص انا كنبغي الحاجه ديالي تكون بوحديتي. دازو شي مواقف؟ انا ليا في هاد الحوايج. دازو شي مواقف ديال الغيره؟ قبل دازو شي مواقف ديال الغيره ضروري. شنو ضروري؟ دابا ربما يكون سبب تافه وغلطي، تافه كنت
تقدري ما تبينيش، ولكن انت راه في الداخل ديالك غارتي. اما شي حاجه اللي تكون من الطرف ديالو هو راه بيان سو غادي تبينها، اما شي حاجه اللي غير كدوز عليك عاديك انت غتحسي بها من الداخل، من برا ما غاديش تبيني ليه. وقالت لك ماما ما خصكش تفرطي في الغيره؟ ماما ضروري، الام ضروري كتبقى تنصح البنت ديالها واخا تكون هي غلطه ولا ما غلطاش كتبقى تنصح، ولكن داكشي كيبقى فيك انت في الداخل ديالي مع بدون شعور ما كتحكمش. امنيه كصغير صح صافي. وممكن تضاربي بسبب الغيره؟ انا مع راجلك ديالي الضرب ماشي الضرب زعما مع راجلي. لا مع راجلي ما ماشي شي حاجه اخرى. الا كان هو غلط نتخاصم معاه في حدود، ولكن ضروري خاصني بيدي انه راني هذيك الحاجه ما خصهاش تتكرر مره اخرى. هو كيغير عليك؟ واه غيكون كيغير عليك. اول حاجه قالها لي هي اللبس ديالي، بدلو ليا قبل من نتزوجوا هذا، بدل ليا اللبس ديالي، ما تبقاش لبسي هادي، تبقاش هنا هذيك خيطه بيطي معزي عليا، انا نخرج ندور في حماك حبس عليا كلشي ياك ضروري. ايوا ضروري خصني نسمع لهذا، ضروري تسمعي الحاجه دابا راجلك وهكا وما كيطلب منك غير الصلاح هكا، من حقه ان بغات تلبسي حاجه طويله هكا مستوره راه من حقه، وراه ما يدير شي حاجه الا اللي غتكون في مصلحتك. الله يكمل عليكم امنيه خلاك راجلك انك تكملي في القناه ديالك سيان فلوغ. هي خلاني لحق شاف المحتوى ديالي انه محترم، وشاف الناس كيفاش كيصيفطوا ليا كي في لي كومونتير كاملين، الناس كيقولوا الله يوفقك الله يسهل عليك فين غبرتي فين هذه، بزاف ديال الناس يعني ما شافش شي قله الحياه ولا هذا. الحمد لله الساعه مخليني ساعه اخرى يحلها. وامنيه يعني منيح لات القناه ديالها وكتقول لك انا واخده عهد على نفسي، لان تقريبا مجموعه ديال الحلقات دات معاك، انا المحتوى ديالي يبقى نقي يبقى زوين، ما عمرني ما غنلعب بالمفاتيح، ما عمرني ما نلعب. تفضلي سيرت دابا من بعد السواج اكيد 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 عندكم شي حاجه محتوى زوينه وعمرهم يشوفوا شي حاجه اللي هو اصلا كان زوين، هو كان زوين وغيزيد زيان ان شاء الله، ما تكونش حاجه اللي فيها الغلط نهائيا. تبارك الله عليك امنيه، وعيد مبارك سعيد، وكنقولوا للصديقه ديالك عيد مبارك سعيد، كذلك الزوج ديالها الزوج ديالك، كنتمنوا ان تكون الحياه ديالكم كامله ورود كامله حب. وتبارك الله راه دايره ديكور في المنزل ديالك مزيان على قد الحال. شوف احسن حاجه البساطه، البساطه بصح بساطه الواحد ملي طيب كتكون السعاده وكيكون الحب الحقيقي راه البساطه هي اللي كتعطي الطعم احسن لهذا الحب. وكدير ماشي بالضروره خصنا حتى نكونوا في واحد البلاصه وحتى نكون واحد الشكل، لا حويجات زوينين انت وصاحبتك ومع رجالاتكم محتفلين بحال هكا شي حاجه نقيه وزوينه. الله يكمل عليكم بخير يا ربي امين. تفضلي. كنبغي نوجه حتى واحد التحيه لماما الله يخليها ليا، حتى هي حب كبير ليها في هاد اليوم هذا، ما موجوداش معايا وكنطلب من ربي خليها ليا يا ربي، والله يطول في عمرها وكنوجه لها تحيه. وحنا بدورنا كنوجهوا تحيه لسهام والزوج ديالها، ما راه سافروا خلينا نحتفلوا بعيد الحب ديالهم. تحيه كبيره لسهام وخالد، نوجه لهم التحيه اللي كدير لي المقاليد. كنوجه لهم تحيه وكنقول لهم عيد حب سعيد، الله يخليكم ديما مجموعين، والله يخلي ديما حياتكم افراح وسعاده وحب ان شاء الله، وكنموت على ماما كرون بيزو. اذا ما سخيناش بك امنيه نخليكم باش تحتفلوا، ما نطولوش عليكم. ما سخيناش بكم كذلك مشاهدينا الكرام، وحنا بدورنا كنقولوا عيد حب سعيد للجميع، وكل شيء يكون ان شاء الله في حب وود وموده ورحمه. دمتم في امان الله، الى اللقاء.